فريق مولودية وهران لإنعاش الحظوظ وتوقع شبيبة الثورة الموجودة في رواق خال من الضغوطات أن تطبع هذه المحلية بحوار كروي واعد والتوجه نحو مرمى الحارس بالعربي الذي كان في يومه مثله مثل المدافع النساخ الذي يوزع واللاعب داغولو يفتح باب التسجيل في الدقيقة 25 بكرة سكنت شباك الحارس بوصوف. وكان بمقدور شبيبة الثورة العودة في النتيجة، لكن الهجوم كان ضعيف الفعالية، وفي الدقيقة 35 من اللقاء كاد داغولو أن يرفع من رصيد المولودية وانتهاء الشوط الأول بتقدم مولودية وهران بهدف دون رد. في الشوط الثاني عداد الأهداف فتح من جديد مع داغولو بهدف كان طبق الأصل للإصابة الأولى، وهذا في الدقيقة 53. وبعد 3 دقائق اللاعب الواعد فقيه يهدي للمولودية وهران الهدف الثالث. تراجع عناصر وهران إلى الوراء كلفهم تقليص الفارق من اللاعب أودو، والمصور لم يلتقط الهدف لأسباب هامشية، ليختم لاعب مولودية وهران فقيه سلسلة الأهداف بإضافة هدف رابع، وانتهاء اللقاء في روح رياضية عالية بين عناصر فريقي وهران والثورة. حد بصح نظن باللي اليوم قحمنا الشاب فكيح اللي كما يقول لك لاعب مقابله الاولى تاع هذا العام، دونك هما كهدفين، دونك حنا نتمنوا شبان واحد اخرين ثاني يزيدوا يتالقوا. الحمد لله طاحت لي لا شونس اليوم، ماركيت دو بيس، سي فري كانت صعيبه عليا، مي الحمد لله بينت مبين القدرات تاعي، ان شاء الله مازال لي سبور صحابي كاين عندهم امكانيات تاعهم باش يبرزوهم في لي اون سينيور ان شاء الله.